أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، اليوم 24/10/2018 أقدم لكم هذا أول فيلم من الأردن، من عمان، بعد انقطاع تقريبا أسبوع صار لي من جيت لهنا. أتمنى أن تكونون بصحة وسلامة، ومرة أخرى أعتذر عن عدم تقديم أي شيء جديد بالنسبة لكم، مثل ما كنت أنا معودكم دائما على أفلام عن البلابل، وإن شاء الله أستطيع أن أصور بعض الأفلام عن الطيور أو البلابل هنا إذا أستطيع أن أشوفه. وهذا الفيلم هو راح يكون إجابة لكم على سؤالي سبق وأن قلت لكم عن فحص DNA للبلبل في أحد أفلامي. قلت لكم شنو نوعية هذا البلبل، فحل لونثية، وجتيني أجوبة كثيرة. والبارحة بالليل وصلني الإيميل عن نتيجة مع فحص DNA مالته مال الدم، وكانت النتيجة هي البلبل ذكر. فكل من اللي ذكر هو كانت الإجابة الصحيحة إليه. وأتمنى لكم الموفقية بمعرفة جنس البلبل، لأنه من الصعب للمبتدئين وحتى اللي عندهم خبرة بها قليلة أن يعرف شنو نوعيته، ذكر أم أنثى، لكثرة التشابه بيناتهم. وكذلك أشكر جميع الأخوة اللي خصوني بالسلام والرجعة بالسلامة. أنا أعتز وأفتخر بوجودكم في قناتي، وأتمنى الموفقية للجميع. ولو تعذروني إذا أستطيع أن أجيب على بعض الأسئلة حسب وقت فراغي هنا، دا أجاوب على بعض الأسئلة، وإن شاء الله أستطيع أن أجيب على الأسئلة البقية بفيلم إذا تمكنت، لو أعمل أي فيلم آخر خارجي. وأشكركم وأشكر متابعتكم ومشاركتكم لأفلامي، وإن شاء الله قناتي تكبر بدعمكم وحبكم إلها. فدائما كونوا على اتصال بقناتي، ودعمكم إلها باللايكات والشير المشاركة حتى أستطيع أن أجعل هذه القناة تنمو بفضلكم، وهي مثل قناة مشتركة من عندي ومن عندكم، باثنيناتنا بجهودنا ممكن أن نبني هاي القناة وتكبر. وإن شاء الله من أرجع حدود 10 بشهر اللي يجي أكون راجع، أعوضكم عن الأيام الفاتت بالأفلام وبالإجابة على أسئلة. وأتمنى لكم الموفقية بحياتكم، وإن شاء الله يا ربي يعم السلام بالوطن العربي، وكل الخير والحب لكم مع التقدير.